I was saying لازم، لا، شباب بليز عشان خاطري اوعى اي حد يكتب على الفايل باي شكل من الاشكال، اتفقنا؟ الله يكرمكم. طيب، فزي I was saying لازم انك تعدي على الاربع حاجات دول وتعرف المستيكس في كل واحد منهم، ايه اكتر حاجة انت بتغلط فيها. طبعا مش محتاج اقولك لازم يبقى عندك ابروتش، لازم يبقى عندك، ما مش بتخش تحل الكواشن على طول كده، لازم تبقى في كام بوينت انت حاططها في دماغك. فطبعا المين توبيك بتاع النهارده هيكون على البونكتويشن كويشنز بكل الريفيجن بتاعتها، لانها دي اكتر حاجه كومن. حبيبي يا مستر. الله يخليك. المهم يعني as I was saying ناخد بالنا كده من حاجه واحنا بنتكلم في البونكتويشن. لما يبقى عندك بونكتويشن كويشن، انت اول حاجه، ايه اول حاجه لازم تبقى عارفها في اي punctuation question؟ ال first point اللي تاخد بالك منها جدا، واوعى تحت اي ظرف، اوعى ان انت تغلط فيها او ان انت تنساها. لازم تسأل نفسك، question number one في ال punctuation: Do I have one long close or do I have two separate closes or two or do I have two separate closes؟ يعني ايه؟ وانت اصلا اغلب ال punctuation questions هيقابلك question زي ده مثلا. تعالوا نجيب كيس مثلا زي الكويستشن ده، هتلاقي ان انت عندك دي كلها سنتنس واحدة، صح؟ الحقيقة ان ممكن لو انا مثلا هحط فول ستوب يبقى هبدأ هنا a new sentence، مش كده؟ و new ideas، مش كده؟ فممكن يا اما دي سنتنس طويلة عادية، يا اما actually انا المفروض الإجابة الصح ان احط هنا فول ستوب وابدأ new sentence من هنا، فاهمين الفكرة؟ فدايما انت بتبقى حاطط في دماغك حاجه من اتنين، هو انا هنا عندي كلوز واحده طويله، يعني السنتنس كلها بلوك واحد طويل وجواه سيبريت بونكتويشن ماركس، ولا دو اي هاف تو سيبريت كلوزز؟ طيب لو انت ما فهمتش اللي انا قلته دلوقتي، تعال نفكر في التطبيق ايه بطريقه سهله. الرول نمبر 1 اللي عايزك تعرفه في اي بونكتويشن كويستشن: اولويز بيجن. With the punctuation marks that are preceded يعني بيجي قبلهم complete close. تمام؟ يعني أنا في أي سؤال punctuation يا شباب طبعا هيجيب لي كل ال punctuation marks عادي خالص، ابدأ دايما بال punctuation marks اللي لازم اللي قبلهم يبقى complete. دول أول punctuation marks تتأكد هم صح ولا لا. تمام، أول إجابات تفكر فيها وتشوف تنفع ولا لا. طيب هم إيه ال punctuation marks اللي لازم يجي قبلهم حاجة complete؟ حد عنده فكرة؟ عندي طبعا full stop، لازم اللي قبلها واللي بعدها الاتنين يكونوا complete. وفي أي وقت تقول لي full stop لازم تقول لي إيه برضو؟ semi colon، مظبوط؟ والكولنز حلو أوي، صح كده يا بكر، great job. طيب دول يا جماعة دايما لازم يجي قبلهم وبعدهم الاتنين يكونوا complete. احنا طبعا دلوقتي مركزين على قبلهم بس، طبعا دول الاتنين يبقى قبلهم complete. طيب في ثلاث حاجات دايما قولهم مع بعض عشان ما تنساهمش وانت بتتكلم في الجرامر: ان عندك الفول ستوب، السيمي كولن، وكاما، فان بويز اكتر حاجه مشهوره، اند. دول لازم قبلهم وبعدهم يكونوا كومبليت. طيب هل في another punctuation mark لازم اللي قبلها يكون كومبليت؟ عندنا زي ما ابو بكر قال لنا هيبقى عندنا الكولن. however الكولن انا هكتبها بديفرنت كولر، حد يعرف ليه؟ لان الكولن انا متفق معاك ان لازم قبلها يبقى كومبليت. however من الاربع punctuation marks اللي احنا لسه قايلينهم دول، الكولن الوحيده اللي مش فارق معايا ايه اللي هيجي بعدها،
يعني ممكن اللي بعدها يكون complete وممكن اللي بعدها يكون incomplete، عادي خالص مش فارق معايا، لكن اللي قبلها لازم يكون complete. اتفقنا؟ فبيني وبينك انت لو لقيت اي واحدة من دول، خلي بالك مش كوما بس، ها كوما اند مع بعض، لو لقيت اي واحدة من الاربعة دول في الانسرز، اول حاجة تفكر فيها ده الانسر اللي تتشك الاول اللي فيها واحدة من دول، ونمبر 1 لازم تتأكد ان اللي قبلها هل كومبليت ولا لا. تمام، زي ما اتفقنا كلهم اللي قبلهم وبعدهم الاثنين كومبليت ما عدا الكولن اللي بعدها كومبليت او ان كومبليت. طيب لو حد عايز طريقة سهلة يفتكر بيها ان الكولن هي الوحيدة اللي ممكن بعدها ان كومبليت، انا بفكر نفسي عشان ما انساش انه دي فيها نقطتين، فيبقى نقطة عشان انها ممكن تبقى كومبليت، نقطة عشان ممكن تبقى ان كومبليت. لكن فول ستوب وسيمي كولن وكوما اند اللي هما نفس المينينج التلاتة، اللي قبلهم وبعدهم لازم يبقى كومبليت. فوانت بتجاوب اي سؤال بونكتويشن دي اول بونكتويشن مارك تبدا بيها عشان خاطري. اتفقنا لحد دلوقتي؟ do we have any questions؟ حد عايز يسال حاجه؟ تمام. طبعا تعالوا بقى مثلا نحاول نطبق الكلام ده، نعمل اكسرسايز لطيف مع بعض. For the following questions، ال questions اللي هقول لك عليها هنديك highlighted answer، وقول لي ال highlighted answer ده هل هو صح ولا لا، واحنا طبعا ماشيين هنقول كام تريك، يبقى دايما احنا نبدأ بدول. اوكي معايا 1 second. ماشي. طيب لو احنا ماشيين هنقول شوية tips and tricks كده أنا مهتم بالنسبة لي إنك تعرفها. احنا دلوقتي عشان اللي مش متابع معانا، احنا هنشتغل على دول، هنراجع كده some cases من اللي بيبقى فيها الأربعة دول. هنتكلم الأول طبعا على examples اللي فيها واحد من التلاتة دول، full stop semicolon و comma and. واحنا ماشيين عايزين نقول شوية tips and tricks عايزك تبقى عارفها. أول واحدة مثلا question 10، أو ممكن قبلها حتى question 18. ده question 18 هتلاقي يا جماعة في question 18 إنه answer A بيقول لي full stop who، while answer J بيقول لي semicolon who. إيه رأيكم؟ هو أنا عندي سؤال مهم جدا، قولي لي كده يا شيماء، مش both of them have the same meaning؟ مش احنا قلنا الفول ستوب والسيمي كولن نفس الاستخدام صح؟ Exactly. يبقى therefore نقدر نقول مع بعض كده حاجة تايم سيفر صغير، لو انت لقيت الاتنين اوكي. تعال ميتنج سوري. لو انت لقيت الاتنين في الانسر تشويسز، هو انا ينفع يبقى عندي اجابتين صح؟ أكيد لأ. فعشان كده يعني دي حاجة كتايم سيفر عايزك تفهمها. If you find both a full stop and a semicolon in the answers، يبقى automatically أعرف لي إنه both are wrong، مش كده؟ فهنا مثلا انا لقيت انه هنا عندي full stop who، هنا semi colon who، قلنا دول نفس الاستخدامات، اكيد مش هيبقى عندي two correct answers، فحاجة زي كده على طول من غير ما افكر هتبقى الاجابة دي false والاجابة دي برضو false، مش كده؟ فدي يا جماعة تيب بليز اعرفوها. انت النهاردة قاعد بتعمل ايه؟ بتلم تيبس اند تريكس بس. اي جس اغلب الكلام اللي انا بقوله ده انت اكيد يعني امتى بنستخدم فول ستوب، امتى بنستخدم سيمي كولون، ده كله انت عارفه من قبل كده اغلبه يعني صح. فانت النهارده اقعد جمع التيبس اند تريكس وبتراجع بس معايا. تمام،
فأولا لو لقيت both a full stop and a semicolon in the answers يبقى اعرف انه الاتنين اكيد مش هيبقوا صح. طبعا needless to say لو انت لقيت comma and يبقى نفس الحوار comma and. تمام. ايه ده مستر؟ طب اشمعنى ما قلتش الكولن؟ دونت ابلاي الكلام ده على الكولن، لانه الكولن زي ما اتفقنا ممكن اللي بعدها يبقى نوت كومبليت عادي، فدونت ابلاي الكلام ده على الكولن. لكن لو انت لقيت اتنين من التلاته دول كده في الاجابات اعرف انه اكيد مش هيبقى عندي اجابتين صح، الاتنين هيبقوا غلط. حد عنده اي اسئله لحد دلوقتي؟ حد مش فاهم حاجه؟ تمام خلونا نكمل. فناخد مثلا شوية examples. طيب افرض أنا مثلا أهو يعني ده another question في نفس الموضوع full stop و semicolon، فأكيد الاتنين بس ده act أكيد الاتنين مش هيبقوا صح مش كده؟ تمام. تعالوا مثلا نبص الكيس زي دي. Nevertheless, piles of wood chips ideal for use as garden mulch. تمام. هو عندك مديك answer حاطط لك سيمي كولون قبل as. دايما begin with this answer زي ما اتفقنا، always begin بالانسر الحاجة اللي قبله بيبقى حاجة complete زي التلاتة دول، ده دايما تبدأ بيه. طيب رأيكم ازاي اتشيك هو صح ولا غلط؟ والله very simply انا هرسم لاين مكانه، هرسم لاين مكان الفول ستوب او السيمي كولون او كوما اند، واتأكد هل يا ترى اللي قبلها complete ولا لا، وهل اللي بعدها complete ولا لا. هو حط السيمي كولون هنا المفروض، فأنا هرسم اللاين هنا. I'm gonna read from the beginning of the sentence until this line. تمام؟ و then I'm gonna read من أول اللاين بتاعي دي لحد آخر السنتنس. ناخد كده حد راندملي مثلا، إيه رأيك يا خديجة؟ إزيك يا خديجة أول حاجة؟ إيه رأيك؟ هل الحتة اللي قبل اللاينز دي complete nevertheless piles مش كومبليت. not complete صح not complete. يبقى على طول اللي احنا قلنا الفول ستوب السيمي كولون كوما اند لازم قبلهم بعدهم complete، هنا لقينا انه not complete يبقى جي على طول دي غلط، ونفكر في باقي الانسر صح كده. تمام صح. تمام خديج great job. طيب ماشي، هيبقى عندنا question زي ده، في مثلا answer A highlighted، عايزين نشوف هي صح ولا لأ. فمين مثلا يعملوا معايا؟ بب 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 بب. عايزين حد بقالنا فترة ما سألناهوش. حبيبة فوزي، سامعني كويس؟ حبيبة ايوه، ازهر مستر. يلا بينا، ازيك يا حبيبي الاخبار؟ يلا بينا. ف زي ما اتفقنا هتيجي مكان الفول ستوب السيمي كولون او كده، ارسم اللاين بتاعك، بعدين تقرا من اول السنتنس لحد اللاين ده، و تقرا حته من اخر السنتنس كده. اقري كده معايا يا حبيبي ال first part. George believed That while the renting of property produced an increase in land values and benefited property owners, دي أول حتة. دي كده كومبليت ولا لا؟ Complete. تعالي نفكر مع بعض. George believed that while يعني بينما the renting of property produced an increase in land and benefit property owners while this Incomplete. incomplete صح؟ لأن احنا قلنا while، ف يعني بينما حصل ده at the same time what else happened؟ لو أنا وقفت على the line ده I don't know yet مش كده؟ فالحوار الحتة دي is not complete. تبقى على طول الإجابة دي صح ولا غلط؟ غلط أغلب صح كده؟ طيب. يبقى دي wrong على طول. زي ما اتفقنا let's say أنت مثلا واقف عند question زي ده ولقيت answer A دي اللي احنا هو highlighted هنا كانوا change، إن بعد watercolors تحط semicolon.
مين يحب؟ فهتأكد إنه الحتة اللي قبل السيمي كولن كومبليت واللي بعد السيمي كولن كومبليت. مين يحب يشوف الكويستشن ده معايا؟ شيماء أنت رافعة إيدك، تحبي تكلمني معايا؟ مستر، أنا كنت هسأل سؤال بس. قول يا باشا. ماشي، هو لو ال sentence فيها will تبقى هي كده not complete؟ لو ايه؟ لو ال sentence فيها will يبقى هي كده not complete؟ while قصدك هنا دي؟ اه will. اه لا لا، بصي على حسب ال placement. يعني ايه؟ بصي، هو while امتى بنستخدمها؟ لو انا عايز اقول ان two things are happening at the same time، مظبوط؟ هي الفكرة كلها، انا لو وقفت هنا هبقى قلت حاجة واحدة بس من اللي حصل، ما قلتش الحاجة التانية اللي حصلت في نفس الوقت، فاهم اه الفكرة؟ يعني السنتنس نفسها مش كومبليت صح؟ بالظبط في الحالة دي يعني. تمام، شكرا يا مستر. العفو. طيب بصوا هنا مثلا، مين يحب يعمل معايا question ده؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك يا كريم أسامة؟ يلا بينا. لا تعالى هنا، انت قفلت المايك ليه؟ يلا يا كريم. She نعم chooses، مستر. قول لي يا باشا، اقرا كده. She chooses simple subjects for her watercolors. Complete ولا incomplete؟ كومبليت. Complete. دي complete. طيب اقرا كده الحتة اللي بعدها. Flowers and fruit from her garden, a neighbor's hand-carved wooden bowl, a treasured seashell, her grandmother's tablecloth. دي كده complete ولا دي مجرد list of items؟ مفيش لست subject، مفيش verbs، list of items بس. فدي طبعا هتبقى not complete. يبقى ايه رأيك؟ حط سيمي كولن ولا هنا تبقى غلط؟ لا غلط. بالظبط كده، تبقى هنا غلط. نعلى بالليفل سنة صغيرة يا شباب. رأيكم ايه ال punctuation mark الصح تتحط هنا؟ ها اكتبوا لي كده في الشات، انا معاك وقت. اكتبوا لي في الشات يا ترى ايه ال punctuation mark that makes sense here. حلو جدا، great job يا خديجة، great job يا عليا. بص يا جماعة، احنا هنلاقي انه بعد بعد الحتة دي في list of items، مش كده؟ واحنا في ال list of items usually بنستخدم colon، فأنا هختار بي. بس حد هيقول لي انا مستر، طب ثانية معلش، مش انت لسه قايل ان الحته اللي بعد punctuation mark not complete؟ ايوه، ما انت تفتكر والله يكرمكم، الكولن مهم ان اللي قبلها يبقى complete صح، لكن اللي بعدها مش لازم. ف in this case هو اللي قبلها complete، اللي بعدها مش لازم يكون complete، مظبوط كده؟ طيب any questions لحد دلوقتي؟ حد عايز يسأل حاجه؟ تمام، ناخد one more example عشان ما اطولش في الحته دي، انا عارف انها يعني بسيطه شويه، فناخد one more example وبعدين نوقف بعض. مين يحب يعمل ال example ده؟ ناخد كده كاثرين، ايه الأخبار؟ تحبي تعملي معايا question ده؟ سامعني كويس؟ أنا مستمع حضرتك. يلا بينا. احنا عايزين نشوف answer no change، هل هو صح ولا لا؟ ناخد بالنا هنا ان هو حط لك full stop، فهعمل ايه؟ نفس ال steps، I'm gonna draw a line بتاعي عند ال full stop هنا كده، وأتأكد إن البارت من أول السنتنس لحد الفول ستوب ده كومبليت ولا لأ، ونفس الكلام في البارت اللي بعد الفول ستوب لحد الآخر هنا كده. فتعالوا نقرا مع بعض مثلا. Her much photographed face with its chiseled cheekbones and daring eyes remains a familiar image. وشها ده عبارة عن a familiar image. هل البارت دي is it complete ولا لأ؟ complete. Complete. حلو جدا. طيب تعالي نشوف ال second part. We may never know what happened to her, but in our imaginations she continues to be very cool high above the earth. دي برضه ايه؟ complete. complete. يبقى in this case ال full stop او ال full stop اللي اتحطت هنا اكيد is correct. تمام. طيب فخلي بالكم يا جماعة، اي punctuation question يقابلك فيه، اي punctuation question يقابلك فيه full stop او semi colon، ال punctuation marks احنا قلناها هنا اللي هي بت separate بدول، number one always begin with them. تمام، وتأكد هل انا دي اصلا يعني هل دي مثلا كلها على بعض sentence واحدة طويلة، ولا انا هنا I have two separate sentences
كل ما في الموضوع ان هم they are not separated well. يعني خلوا بالكم، لو انا يا جماعه مثلا جبت لك نفس السنتنس دي وما كنتش حطيت لك هنا ال full stop، كان نصكم لما يقراها مش هيركز، مش هياخد باله انه ايه ده، ثانيه واحده، ده انا بريد بدات هنا بارت جديد. لا، اغلبنا لما بيبص على دي مش هياخد باله ان دول two separate clauses، هيفتكر انها sentence واحده طويله وهي في الحقيقه اصلا two different sentences. فاهمين الفكره؟ فدايما ابدا بالpunctuation mark اللي من دول عشان نشوف هل فعلا انا عندي two separate sentences ولا دي واحده sentence واحده عاديه طويله خالص. تمام. طيب هاخد اسماء راندملي اشوف لو في اي questions. روان الهادي، do we have any questions؟ لا شكرا. تمام يا روان. عمر الفوال، اي اسئله؟ لا تمام يا مستر. تمام يا جميل. نجار، any questions؟ لا شكرا. كله تمام. طيب فده كده بالنسبه لي الاربعه دول، لكن اتبقى بقى في تو بوينتس. يعني قبل ما نبدا نتكلم بقى في الكوماز والابوستروفيز والليله دي، في كده سام بوينتس هنا مهمين لازم نقولهم. الفيرست وموست امبورتنت بوينت هي الكولن. الكولن يا جماعه بليز كيب ان مايند لما نتكلم على الكولن ان دي البونكتويشن مارك الوحيده اللي انت مش هتفكر في الجرامر بتاعها بس. يعني ايه جرامر؟ يعني هل اللي قبلها وبعدها كومبليت ولا لا؟ اوعى تختار كولن في اي سؤال من غير ما تفكر في المينينج. ايه المينينج بتاع الكولن؟ هو ليه حط هنا كولن؟ طيب ايه الموست كومن مينينجز بتاعت الكولن؟ حد يعرف؟ نختار كده الاسماء راندملي ويحاولوا يشاركوا معانا بواحده كل واحد. قولي لي مثلا يا ماسا، ايه مثلا امتى ممكن استخدم كولن؟ واحد من الاستخدامات بتاعتهم مثلا ليست. حلو جدا. لو انا عندي ليست اوف ايتمز، وبيني وبينكم بص يا جماعه عشان ما تقعدش تحفظ استخدامات كتير اربطهم ببعض. يعني مش انا ممكن اقول لك الليست بيبقى معاها الاكزامبلز، صح؟ لو انا عايز اديك اكزامبلز على حاجه ليست اكزامبلز ممكن فور اكزامبل. تاني حاجه ان انا عايز مثلا ديفينيشن، اقول لك الديفينيشن بتاع كلمه معينه ايه. بوينت مهمه زي ما روان قالتها، الريزن سبب حاجة معينة حصلت، أو in other words إن أنا أجاوبك على سؤال why did this happen؟ صح؟ طبعا ممكن أجاوبك على سؤال for example زي who أو which. أوكي؟ فدول الاستخدامات بتاعة الكولن. لما تيجي تختار أي answer في كولن احرص إن الاتنين يكونوا موجودين. يعني احرص إن أنت ما أوعى، لأن دي mistake ساعات كبيرة يجيبوها، يجيب لك مثلا هنا حاجة complete وهنا حاجة complete وتختار انت جرامر وخلاص. طب المينينج، احرص ان المينينج لازم يبقى موجود، لازم الاثنين مع بعض. تمام. الكولن بالنسبة لي is really important، فتعالوا نعمل شوية exercises عليها كده، شوية practice عليها لوحدها. One second as usual. معلش يا شباب، one second، نطلعها بس من التليجرام شانل. لا مش ده، ثانية بس المشكلة معلش بيبقى فيه فايلز كتير، فده طبعا بيخلي عندنا مشكلة. تعال مثلا نعمل شوية exercises عن الكولنز for the following examples. أنا عايزك بس كل example من دول تقول لي هل يا ترى إن أنا أحط كولن هنا صح ولا لأ؟ ف what about this case؟ kindly اكتبوا لي في الشات، هل يا ترى إن أنا أحط كولن هنا؟ is it true ولا false؟
طبعا وانت بتجاوب على كولن فكر في الحاجتين، هل يا ترى الجرامر صح يعني قبلها كومبليت، ده المهم بالنسبة لي. تاني حاجة المينينج، هو ليه اختار ان هو يحط كولن هنا؟ يلا يا شباب كله يكتب مثلا في الكومنتس the answer to question 1. حلو جدا يا روان، great job. فكري تاني يا خديجة. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده. أول حاجة let's read the list. Tennis athletes often eat pasta the night before the match. بيقروا بياكلوا باستا قبل الماتش. طب بصوا هنا قال لك ايه؟ a subpar ده نوع من الساندويتش يعني during the match تمام؟ و and a salad after the match. هو قولي لي كده يا خديجة عشان كده عندي 3 items صح؟ يبقى انا هنا عندي list صح؟ طب ايه ال punctuation بتاع ال list؟ والله بتحط commas between the different items. فهل هنا actually ان انا احط هنا كولن في نص الليست يبقى صح؟ لا مش هينفع. بالظبط كده. هنا يا شباب الكولن تكون غلط عشان انت كده حطيتها لي في نص الليست، ممكن كنت تحطها لي قبل الليست تمام، لكن مش هنا. فعشان كده هنلاقي عبد الرحمن ان in this case it's gonna be false تمام. دي على طول هتبقى. هل حد حابب يسأل حاجة يا شباب؟ حد حابب يسأل في الكويشن ده؟ مستر طب هو مش في كنا نكتب من السنتنز الأولى والسنتنز التانية، ليه مش ينفع نحطها يعني؟ طيب هقول لك طريقة تانية لو حابة. اوكي ماشي. Tennis athletes often eat pasta the night before the match. تمام؟ إيه الميننج اللي هيجي لي لو قلت a subpar during the match و a salad after the match؟ يعني هل اللي قبلها قبل الكولن explanation اللي بعدها؟ لا. هل لا مش هتلاقي إن فيها relationship تنفع، فاهم قصدي؟ بس يعني تمام دي another ماشي. way if you wanna solve it like this one. طيب تعالوا نبص على السكند كويستشن ده. هو بيسألك هل يا ترى هل answer A اللي هي ان انا احط rainfall دي كده is it true ولا false؟ فكروا فيها يا شباب is it true ولا false؟ think about it كده واكتبوا لي في الشات. وخلي بالكو اوعى تعتمد بس على انه اللي قبلها complete. ها اسأل نفسك المينينج does it make sense here ولا المينينج هنا is twisted and doesn't make sense. صح كده، صح يا حبيبة، great job، صح يا روان، صح يا عبد الرحمن. هنا يا جماعة it's gonna be false على طول صح، it's gonna be false مش كده؟ ليه فولس؟ لان انا يعني انا هنا نفس الفكره، انا حطيت لك دي ايتمز ان ليست وانا حطيت لك الكولن في نص الليست بالظبط، فاكيد غلط. فاهمين الفكره؟ مع ان على فكره يعني نظريا theoretically speaking انت if you put it here هي كجرامر صح يعني اللي قبلها complete، لكن كمينينج غلط، كمينينج غلط. فبليز خد بالك ان اي مره تحط كولن لازم الاثنين يكونوا موجودين المينينج والجرامر. طيب مش ثانية واحدة أنا آسف يا شباب stay على ما kindly solve this question. قولوا لي كده هل ان انا احط هنا colon is it true ولا is it false؟ يلا يا شباب يعني قولي مثلا بس يعني two more examples اتاكد بس ان كله فهم وبعدين
من عينيا. We can skip to another question. تمام. هنا بقى حاجة أنا خايف منها جدا جدا جدا. بصوا يا جماعة، الكويشن ده يعني نص الناس بعتالي ترو، نص الناس بعتالي فولس، فتعالوا نسأل مع بعض سؤال. My job interview preparation regimen involves jotting down bullet points، دي أول حاجة، organizing ideas، دي تاني حاجة، and reciting in front of the mirror. مش دي كده؟ قولي كده يا نجار، هي مش دي تكملة الليست؟ أنا بقول لك ال preparation بتاعي بتلات حاجات. أولا إن أنا بجوت داون أو برايت داون البولت بوينتس، بأورجنايز الأيدياز، وبريسايت إن فرونت أوف ذا ميرور. مش أنا كده بقى قطعت الليست في نصها؟ صح؟ فـ therefore تبقى غلط على طول، مش كده؟ لأن No. لازم يكون كومبليت لوحده، مش محتاج أي حاجة من اللي بعدها. فـ therefore دي تبقى. فنجيب يعني أنسر حاجة تبقى different شوية عن ال example ده. مثلا بصوا ال case دي، هو بيقول لك أنا هقول three things وأحط هنا column، هل لو حطيت column ده يبقى true ولا false؟ يلا يا شباب think about it، اكتبوا لي ال answer في الشات. طيب فهنا مثلا كده انتوا صح يا جماعة، كده هتبقى ترو. ليه؟ لو انا بصيت هلاقي اللي قبلها complete can cause three things، بعدين حطينا الكولن وقلت لك ايه الثري things دول، فهنا اديتك list صح؟ تمام، فدي تبقى ترو. طيب ممكن مثلا انا عايز اجيب اكزامبل ما يبقاش ليست. طيب قولوا لي كده، لو انا حطيت هنا مثلا كولن، ايه رايك تبقى ترو ولا فولس؟ لو حطيت كولن هنا كده ترو ولا فولس يا شباب؟ صح كده يا عبد الله، great job. بص يا حبيبي، احنا قلنا اي كولن لازم اللي قبلها يبقى ايه complete، مش كده؟ لو انا قلت يا حبيبي the chirping of crickets وسكت، هل ده كده complete؟ not complete، فعلى طول تبقى الكولن هنا غلط، لان لازم اللي قبل الكولن يكون complete. تمام؟ تمام. كمان شوية 1 second هعمل لكم شوية questions. فده كده I guess everything related لل Collins، مش هنركز قوي. يعني this is more than enough for what you need to know about Collins. بس هنا مثلا knowing what we've just said، قولوا لي كده، هل يا ترى answer B، يعني تعالوا نشيل answer A ده خالص كان مش موجود، ممكن تقولوا لي ايه رأيكم في answer B؟ هل هنا B is true ولا false في ال question ده؟ يعني هل لو انا جيت وبعد water colors حطيت هنا column، هل تبقى true ولا false؟ يعني ايه ده، هو ايه اللي كله كده كبير دي مثلا هنا كده column، هل تبقى true ولا false؟ think about it. سؤال تريكي شوية، ناس كده تتلخبط فيه.
طيب هسألكوا سؤال. أول حاجة إحنا عايزين نتأكد، يبقى نشوف، ده سؤال تريكي، أنا يعني عايزكم تاخدوا بالكم منه. هشوف الأول الميننج، الأول الجرامر، أنا آسف، والميننج كجرامر أنا بس مهم بالنسبة لي اللي قبل الكولون يبقى كومبليت. فأنا لو قريت الحتة دي، إيه رأيك يا روان؟ Is it complete ولا لأ؟ She chooses simple subjects for her watercolors. complete. Complete. يبقى كده حتة الجرامر أنا اتأكدت منها. طيب تعالوا بقى نشوف الميننج، تعالوا نشوف الميننج. أنا بقولت لك هي بتستخدم يا روان simple subjects صح؟ يعني ال subject بتاع الواتر كولرز يعني ال topic اللي هي بترسمه، يعني زي مثلا لو أنا عندي for example I'm painting a picture of a person، فال person ده هو ال subject بتاع ال picture. إيه دول؟ مش أنا كده بديكي examples على الحاجات اللي هي اختارتها صح؟ زي flowers and fruits from her garden، زي hand carved wooden bowls، زي a treasured seashell. فإيه رأيكم كده كmeaning؟ هل الmeaning ده بنستخدم عشانه colon ولا لأ يا روان؟ اللي هو examples بنستخدم بنستخدم عشانه colon، فإن this case تبقى ال colon true عادي خالص، دي يا شباب تبقى على طول true. تمام؟ ال colons tricky شوية، فعشان خاطري لو أنت لقيت colons في الأنسر أولا pause كده ثانية وجرب تشوف المينينج ينفع ولا لأ، الجرامر ينفع ولا لأ. تمام؟ طيب ماشي I guess ده كده كل اللي احنا محتاجين نقوله شوية عن ال full stops وال semi colons وال colons المجموعة دي. طبعا أكتر واحدة tricky منهم وأكتر واحدة بتلخبط الناس دايما هي ال colon، لأن فعلا ال colon to be honest مشكلتها إنها محتاجة تفكير شوية، يعني in some cases أنت مش هتشوف ال connection ليه هو حاطط هنا colon غير لما يعني تقعد تجربها وتشوف does it fit here ولا it doesn't fit here، فاهمين الفكرة؟ فعشان كده لو انت واحنا بنحل بعد شوية ان شاء الله questions، لو لقيت colon هدي الريت شوية وفكر في الموضوع كويس، is it worth ان انا احط هنا colon ولا لا. طيب تعالوا مثلا، طبعا احنا عايزين نخش على ال colons وال ال انا اسف ال commas وال uses بتاعت ال commas وكده، لكن علينا مثلا نعمل 10 minutes practice كمان كده purely على حتة ال colons وال full stops وكده عشان بس يثبتوا. فممكن نجيب some random questions ونطلع بس منها كده ال answers. معايا ثانية واحدة. طبعا اللي بيسأل انا من فين السورس يا جماعة بتاع بتاع كل ال questions اللي بجيبها دي، ال اسمه ايه يا ربي، الفايل بتاع التليجرام شانل. تمام، الفايل بتاع التليجرام شانل. طيب معلش سامح ده الفايل يوصل. فتعالوا مثلا نختار some answers كده ونمشي مع بعض. Does it make sense? Are they true ولا false? فإيه رأيكم مثلا في answer C هنا؟ هل هو true ولا false؟ احنا بس عايزين نعرف true ولا false. لو انا احط semi colon يا شباب، semi colon تمام، هل هو true ولا false؟ The answer ده. كويس كده، في ناس عايز اسمع صوتها او يعني اشوف كتابتها.
ماسا ومريم باسم ونجار ويارا. يلا يا شباب. حلو صح كده يا عبد الرحمن، great job. صح كده يا يوسف، طبعا ده فولس على طول. صح يا جماعة، لو أنا حطيت اللاين هو حط لك هنا كده، لو أنا قريت الحتة دي هلاقي إن هي not complete at all. صح، فده على طول غلط من غير ما. هو من الأول يا مستر أنا بصيت على الأنسرز فلقيت سيمي كولون وفول ستوب، فكده كده عملت إيليميت بالظبط الاتنين. كده صح. يعني ابو بكر قال يا جماعه حاجه تانية، انا اصلا لو بصيت الاقي فول ستوب وسيمي كولون، فاصلا الاثنين اوتوماتيكلي غلط. فاهمين الفكره؟ يعني لو حد عايز طريقه تانية، بس جريت جوب انك خدت بالك من حاجه زي كده. طيب تعالوا نشوف انسر جي هنا مثلا، اللي هو ان بعد كيرنلز هو شال 4 حط هنا كده سيمي كولون، فهل ده هيبقى ترو ولا فولس يا شباب؟ ما حدش يخاف يغلط. انا عايز عبد الله محفوظ. ازيك يا عبد الله؟ ايه الاخبار؟ عايز عبد الله محفوظ وعايز مروان. في كده answers بدأت ايه تطلع، ناخد بالنا. طيب صح كده يا عبد الله، صح يا بكر. عمر فوال، تعال أو نشوف مستر يا عمر. As usual هنرسم اللاين بتاعنا هنا صح؟ أو Let's read the part before it. McClintock believed Mays اللي هو كورن يعني was idealistically a plant to study because each ear had hundreds of kernels. تمام؟ دي أو complete ولا لأ؟ complete subject verb object عادي خالص مش كده؟ بس بص كده على الحتة اللي بعدها. Each with a different set of chromosomes. فين ال verb هنا؟ وفين ال meaning أصلا؟ مفيش. صح كده؟ اه مفيش. فال part اللي after ال colon هيبقى مش complete، ف therefore إن أحط semicolon هنا ده هيبقى غلط. صح تمام. كده؟ تمام. هنا بقى في trick أو بوينت بليز بتتسأل كتير جدا ناخد بالنا منها. قولوا لي يا جماعة، هو أنا ينفع أقول such as ومعاها column ولا يبقى غلط؟ حد يقدر يجس؟ صح كده يا روان؟ غلط. غلط على طول. طب قول لي يا عمر يا تامر، إيه ليه مثلا ممكن يكون غلط؟ أولا repetition، إحنا بنقول such as عشان such as معناها زي for example، أو إن أنا هديك examples، وبنستخدم ال colon برضو عشان examples، فكده كأن أنا بريبيت ماي سيلف نفس الميننج، فده غلط، ده نمبر 1. بس في حاجة ناس كتيرة بتفوتها، هو أنا لو قلت such as وبعدين colon، قول لي كده، قولي لي كده يا خديجة، هل اللي قبل ال colon ده هيكون complete؟ لا لا، لأنه وقف على such as فده not complete، يبقى على طول الموضوع ده هيبقى غلط. please نكتب دي. جت هي بصراحة بتتكرر أكتر في الأكت، لكن هي جت قبل كده في الـ EST بس، يعني جت مرة أو مرتين بس، ف يعني خدوا بالكم منها. تمام، خدوا بالكم بس من التريك دي، kindly ناخد سكرين شوت. أي حاجة أقول لك تريك please سكرين شوت على طول، أو يعني point تاخد بالك منها please سكرين شوت على طول. تمام، وذاكر الصور بس، الموضوع سهل جدا. تمام، فايه رأيكم مثلا في answer زي مثلا answer F و answer H؟ طبعا دول هيبقوا غلط على طول. يعني اتش هتبقى غلط عشان الكولون ستريس. صح، بالظبط كده تمام، فدول هيبقوا غلط على طول. طبعا احنا هنيجي بالباقي ال answers متقلقوش، احنا بس بنركز على ايه، عايزين الأول نشوف ال semicolon full stop الكلام ده الأول. طيب ايه رأيكم في الكولن هنا؟ ايه رأيكم في answer A ان انا احط كولن هنا؟ ايه رأيكم true ولا false في الشات؟ يلا يا شباب. صح كده يا روان، great job. جماعة في ناس انا عايز اشوف الانسر بتاعتها. ماسا الله يكرمك، عايز اشوف الانسر. تمام،
نجار برضو بليز. صح كده يا كاثرين، صح كده يا بكر، صح كده يا حبيبة. لو احنا بصينا قبل الكولن هنلاقي انه it's not complete in the half light of the rising sun. ده على طول غلط، تمام؟ ده على طول غلط، هتبقى الانسر دي على طول فولس، مش كده؟ تمام. تعالوا نشوف مثلا، حلو قوي، ايه رأيكم مثلا في answer F؟ kindly كله يجاوبني، ايه رأيكم في answer F؟ اكتبوا في الشات. عايز عبد الرحمن، وبجد عبد الرحمن great job ما شاء الله، انت يعني كل الأسئلة لحد دلوقتي جاوبتها صح، keep up the great job. طيب كده احنا عايزين، لا عبد الله الله يكرمك، ركز كويس بليز. عايزين انا عايز مين بالذات يجاوب؟ عايز مريم باسم، وعايز جودي، ازيك يا جودي الاخبار، وعايز يارا. يلا بينا. تمام صح كده يا شيماء، صح كده يا يوسف، جريت جوب، صح كده يا كاثرين. لو انا حطيت طبعا اللاين بتاعي هنا هلاقي انه اللي بعدها ده is not complete. Carved into it are the classical musical theater وسكتنا، طبعا تبقى صح. ماشي طيب ماشي، هما ممكن دول يعني I guess that would be enough for the full stops, the semicolon والحاجات دي. طبعا ايه رأيكم في answer زي مثلا هنا؟ طبعا مش محتاج اقول لك for example وبعدها colon، غلط، نفس السبب زي current و such as، نفس السبب بالظبط، ان الاتنين ليهم نفس المعنى صح. فده كده شاطر يا يوسف تمام. فده كده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لي الكلام على دول، احنا كده we revised perhaps the most important points to know about these four punctuation marks. هل حد عنده أي أسئلة فيهم؟ ممكن اللي لحد دلوقتي فاهم والدنيا تمام، can you kindly raise your hand؟ متقلقوش، احنا طبعا يعني هنشرح كده الأول بسرعة، وبعدين هنقعد بقى نحل random questions عشان نشوف which punctuation marks make sense والكلام ده كله. كويس جدا تمام، let's move on. نختار كام اسم random نطمن إن هما فاهمين. مروان عندك أي أسئلة؟ كله كويس. أنس، do we have any questions؟ أنس مصطفى، تمام يلا بينا. طيب فده كده كان بالنسبة لل general punctuation marks الأساسية يعني في الأول. عايزين بقى نبدأ نتكلم على الكوماز، ولما تيجي تتكلم على الكوما بس يا باشا فعايز احنا هنخلص امتى تقريبا؟ يعني يقول بإذن الله 9:30 بالكتير قوي، ان شاء الله نخلص قبلها. هو دي بارت 1، بكره هنكمل البونكتويشن اللي هو كبير طبعا شويه. بالكتير يا شباب، دونت وري دونت وري، ان شاء الله ما نوصلش وقتها، احنا كده كده هنكمل البونكتويشن بكره باذن الله. طيب الكوما احنا بس عايزين نتفق فيها على حاجه. اول حاجه انت لما تيجي تتكلم على الكوماز فلازم يبقى عندك النون اسينشال كلوزز اند فريزز على جنب كده، دول لوحدهم 50% من اي سؤال في البونكتويشن عامه على فكره، دول بيجوا جدا كتير جدا في الامتحان. ال other portion هو ال other uses، ودول هنبقى ندسكس شوية منهم النهاردة وشوية منهم بكرة. بس أنا طبعا بالنسبة لل non essential clauses and phrases محتاج أعرف حاجة، حد يا جماعة هنا ما يعرفش يعني إيه non essential clauses and phrases؟ raise your hand please، عشان لو كده أراجع عليها بسرعة كشرح التوبيك، لأن لو كله يعرفها هنط على التريكس على طول، لكن لو في حد ما يعرفهاش kindly raise your hand. ال non عارفه essential يا جماعة اللي هي زي لما أقول لك كده، بصوا بس أنا مش فاكر إنك حضرتيها، أنت ويوسف أنتوا الاثنين حضرتوها معايا، فتعالوا أقول يعني أديكوا example عشان تفهموا قصدي على إيه. لما بقول مثلا أحمد our teacher is here، فال between two commas ده إحنا نقدر نشيله فيبقى أحمد is here. فهمتوه كده؟ افتكرتوه؟ مستر افتكرتها كده. اه تمام. تمام طيب
لما نيجي نتكلم عن non essential في الامتحان، انت مشكلتك الأساسية في non essentials تبقى ايه؟ أو في الكومز عامة، انت في وسط ما انت بتقرا في أمان الله question كده في الإكزام، بتلاقي كومة روج كده رينيجيد لوحدها كده، وانت مش عارف هي الكومة دي موجودة ليه، صح؟ فبتبدأ تفكر في كذا احتمال. أول حاجة عايز تفكر فيها هل هي طبعا non essential ولا لأ؟ وعشان كده احنا لازم نعرف ايه ال most common non essential patterns اللي هتشوفها في الامتحان. ايه الحاجات اللي اول ما تشوفها في الاكزام وبتيجي، يعني هما نفس الباترنز رحمة ربنا يعني بيتكرروا سواء في الاكت او في الاي اس تي وحتى في السات باي ذا واي، فاحفظهم زي او يعني اعرفهم وهتلاقي الموضوع سهل. ال most common three patterns هو أول حاجة ال patterns بتاعت ال appositives، إن أنا ألاقي article زي ال a an or the. إن أنا ألاقي wh words اللي هما ال relative pronouns اللي هما زي who where when كده، يعني who where when، وهو طبعا يعني includes whose and whom، صح؟ وآخر حاجة خالص إنه لما أكون I gave you a certain name and then I want to tell you the job or a certain definition of that name، فبقى include this in two commas positive phrases يعني there، تمام؟ بس دول ال most ال three most common patterns. تعالوا ناخد let's say two or three examples على كل واحد منهم. If I were you ممكن اخد، فبيني وبينك يعني انا عايزك تعرف في الامتحان حاجة، لو انت لقيت comma مثلا وبعدها a يبقى اعرف ان اللي بعدها ده non essential، مثلا لو لقيت comma بعدها wh word زي who يبقى اعرف ان اللي بعدها ده لازم يبقى non essential. For example، حد مش فاهم انا بقوله دلوقتي؟ ممكن يا جماعة لحد دلوقتي فاهم raise your hand please، عشان يعني مش عايز اقول حاجة ويبقى حد مثلا مكسوف يقول لي ان هو مش فاهم او كده. كده 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 برضو انا I'm gonna include الفيديوز من التليجرام شانل اللي فيها الكلام ده لو حد عايز يشوفه. فدول يا جماعة اكتر 3 patterns بيتكرروا، وعشان كده انا عايز ناخد عليهم a lot of examples، تمام؟ فتعالوا مثلا ناخد 3، ناخد examples على كل واحد منهم. طبعا أول حاجة لو أنا عندي a clause or a phrase that begins with a, an, or the، فمثلا ممكن ال place، يعني مش لازم يا جماعة أي non essential يبقى في نص الجملة، ممكن يبقى في الأول. فبيني وبينك in a lot of cases لو لقيت sentence بدأت ب a, an, or the، اعرف انه غالبا ده non essential، مش لازم دايما طبعا لكن most of the time. فمثلا تعالوا نبص على الاكزامبلز الموجوده هنا. بصوا كده، اوباما comma a beloved figure comma was sure that he will win، طبعا دي non essential مش كده؟ لقينا comma بعدها a يبقى اعرف انه غالبا انا هتكلم هنا عن حاجه non essential. طيب طبعا ال place بتاعها ممكن يفرق، يعني لو انا بدأت ال sentence ب a beloved figure يبقى غالبا كده بدأت ال sentence بحاجة non essential مش كده؟ بعدها هيبقى comma. طيب انا حيران، انا مش متأكد، I'm confused and I feel maybe even a little bit frustrated انه I can't make sure whether this is whether this is a non essential clause or phrase or not. What should I do؟ اعمل التست اللي بتتأكد بيه. ايه التست اللي اعمله عشان اتأكد ان دي non essential؟ جرب تشيلها من السنتنس وتشوف does the sentence make sense ولا لا. If I remove this part the sentence will be Obama was sure that he will win. ادي كده complete، ادي خالص مش كده. ال place بتاعها ممكن يفرق، ممكن احطها لك at the beginning. هنا مثلا the smartest mammals other than humans comma dolphins have huge brain. ايه ده، كل دي non essential؟ اه جرب، هل لو انا شلتها from the sentence does it make sense ولا لا؟ هتلاقي انها dolphins have huge brains، دي كده complete وحلوة عادي خالص مش كده؟ طيب
هنا مثلا he loves eating tomatoes, comma, a vegetable that is red in color. لو انا شلت الحته دي وقريت هتبقى he loves eating tomatoes, complete والدنيا زي كده. هديكوا a moment to read also these three examples, and after reading them, kindly raise your hand. يلا بينا. لا ما تقلقوش، النون essential بالذات هنقعد نحل عليه كتير، بس يعني after finishing this, raise your hand. تمام، فده كده بالنسبة للكيسز اللي فيها A and or them. طبعا الـ other common scenario زي ما اتفقنا، الـ other common case زي ما اتفقنا هي ان يبقى عندي WH word زي who, where, when، صح؟ دول دايما بيكونوا non essential، ودي point مهمة بالنسبة لي جدا، اعرف ان دول are always non essential يا شباب. فتعالوا ناخد مثلا several examples عليهم. اللي عايزك تعرفه مثلا، بصوا على 3 sentences دول: Jim Gold, comma, who is my friend. انت دايما عايزك تعرف ان WH words are always non-essential يا شباب. Always non-essential. يمكن في very rare cases بيبقوا essential فيهم، بس مش ده العادي، تمام؟ طيب, who is my friend came to the concert. The tower, comma, which is 200 meters tall, comma, is huge. دي طبعا non-essential. دي برضه non-essential. The PlayStation, which we forgot in the villa, هنا طبعا لازم يبقى فيه comma, is dust. صح كده؟ طيب، وهنا يمكن في بوينت معينة أنا مهم بالنسبة لي نبقى عارفينها، بليز خلوا بالكم إن while ال WH words زي who, whose, whom, which, where, when دول are all usually non-essential، فدايما لازم تحط كومة قبلهم. ليه دايما لازم أحط كومة قبلهم؟ لأن هما non-essential، صح؟ فalways put a comma before them، before ال T ال WH words. دي أول حاجة عايزك تطلع بيها. تاني حاجة عايزك تطلع بيها انه عكسهم that، يعني that is usually essential. لو انا لقيت that 90% of the cases هتكون essential يا شباب، خلي بالك من الموضوع ده. فعشان كده never ever under any conditions put a comma before that. اللهم except in very very rare cases ما بتجيش في الامتحان، ما تقلقش. يعني بالنسبة للإكزام in 90% of the cases، بالنسبة للإكزام لو انت لقيت that ما تحطش قبلها ولا بعدها punctuation. اتفقنا؟ فدول كده يمكن ال three most common patterns اللي هتقابلنا في ال exam. okay. طبعا موضوع name بعدين job ده مهم. لو انت لقيت name وبعده job، زي for example انا اقول لك for example David comma my friend is here، ده كده هيبقى ايه؟ non-essential. لكن لو عملنا العكس يا جماعة، لا بنخلي ال name essential عادي خالص. يعني لو انا قلت يا شباب العكس، خلوا بالكم من الحتة دي، ال opposite، لو انا قلت ال job او ال definition وبعده ال name، في الحالة دي ما بحطش any punctuation marks. اتفقنا؟ يعني لو انا قلت for example doctor أحمد
is here. لو انا بدأت بالجوب او التايتل followed by the name، ما بحطش هنا اي punctuation marks في النص. تمام. Do we have any questions لحد هنا؟ تمام. تعالوا بقى نعمل شوية practice على some non-essential clauses non-essential questions non-essential عشان يبقى عندنا زي reference دي. اللي عايز يا جماعة ان يبراكتس كتير على non-essential هتلاقوا على التليجرام channel. على التليجرام channel هتلاقوا ان احنا فيه حاجة اسمها all non-essential clauses worksheets، فدول هيبقوا فيهم questions براحتكم خالص اللي عايز يقعد يحل. خلينا نبدأ مثلا بال first one together كده. فتعالوا نحل مثلا some questions. ممكن كلنا نحل this question. يلا يا شباب. صح كده، كويس يا عمر. تمام، حلو جدا برضو، صح كده. Great job يا كاثرين. ها باقي الناس فين؟ صح كده. الـ answer طبعا يا شباب is gonna be D، مظبوط؟ الـ answer هتكون D، صح. طيب تعالوا مثلا نتشيك. مثلا question زي ده مثلا، يلا بينا. مستر، هي سي ولا دي؟ الكوتشن اللي قبله ده سي ولا دي؟ قبلها دي زي ما انتي قلتي. طيب ايه رأيك مثلا في الكويشن ده؟ هذا سؤال كمان. هنا بقى يا جماعة يمكن كذا حد وقع في نفس الإيشو اللي ناس كتير بتقع فيها. بصوا يا جماعة، أنا دلوقتي في ناس بعتالي إنه الأنسر إز بي، ناس بعتالي إنه الأنسر إز أي، وهنا ده سؤال تريكي جدا. لو أنت عايز تتأكد حاول كده تشيل الحتة اللي أنت عايز تشيلها. فلو أنا قلت إنه الأنسر إز أي وحطيت ولو الناس اللي قالت ان الانسر ايه والكوما هنا، يبقى فين الجزء النون اسينشال؟ قصدهم الجزء ده كده. تعالوا نجرب، هنشيله ونقرا السنتنس. هل السنتنس هتبدا بأو رثيف؟ هل دي تنفع تبقى بدايه سنتنس؟ لا مش كده، يبقى دي لا صعبه. احنا في قولي رايك. نوت كان مش اور بيجي قبلها كوما، قصدي هو already يجي قبلها كومنت؟ انت قصدك لو فان بويز في الحاله دي لازم اللي قبلها واللي بعدها الاثنين يبقوا كومبليت، فاهم قصدي؟ اوكي زي اند مثلا يعني. زي and. لكن in this case هم ليه حطوا كومه قبل or؟ عشان non essential، فاهم قصدي؟ مش يعني ال non essential ممكن احط الكومه بتاعته في اي حته عادي. تمام، فدي هتبقى مستر هي تطلع سي صح؟ هي فعلا سي. جريت جوب يا بكر، هتبقى سي فعلا. تعالوا بقى نشرح اللي هي ليه سي الاول وبعدين نرجع نقول لي answer B غلط. اوكي، اول حاجة لو انا، تعالوا نجرب فعلا C ان انا احط هنا comma
ان انا احط كوما هنا وكوما بعد or a thief، شيلها كده واقرا، هتبقى a user could skip the biometric method subject و verb و full sentence. A user could skip the biometric method and instead just enter a pin or a password. صح؟ Great job كده يا بكر. طيب ليه ما تنفعش بيه؟ تعالوا نفكر فيها مع بعض كده بصوت عالي، ليه ما تنفعش بيه؟ خديجة بتسأل سؤال حلو قوي، أنا إزاي أعرف إن الكوما دي للنون اسينشال؟ للأسف مفيش طريقة غير إنك تجربي تشيلي وتشوفي، فاهم قصدي؟ بس عامة يا خديجة most cases اللي هيحط لك حاجة between two commas تبقى non essential. تمام؟ however you can try it for yourself، يعني هل في استخدام تاني للكوما أنت عارفاه هنا ولا لأ؟ لو ما لقيتيش استخدام تاني أنت عارفاه يبقى هنا وحطيتها عشان non essential، فاهم قصدي؟ اه تمام. إيه مشكلتنا في answer B يا جماعة؟ جرب كده شيل من لحد كلمة كود واقرأ، هتبقى a user skip the biometric method. إيه ده؟ أنت شلت جزء من الفيرب، شلت كود صح؟ فانت كده شلت جزء essential ولا non essential قصدي ولا essential؟ لا لازم، لان هو جزء من الفيرب could skip، ف therefore ما ينفعش خالص ان انا اختار لك هنا بي. ف by elimination ال answer صح تكون سي. حد عايز يسأل هنا حاجة؟ حد عنده اي question؟ تمام. تعالوا نشوف ال next question. بص احنا هنعمل كام سؤال كده non assumption نطمن بس ان كله ما عندوش مشكلة فيه، وبعدها نحل mixed practice من أسئلة مختلفة او من different passages من different يعني random questions. حلو كده يا جماعة question number 3 يلا بينا. هي نمبر بي هي دي كوما ولا دي ايه؟ براكت وبعدها كوم، براكت وبعدها كوم. السؤال ده تريكي جدا جدا جدا، هو to be honest هو يعني من external source مش من previous exam، فطبيعي يبقى فيه ideas tricky شوية. طبعا الإجابة الصح while it's a little bit tricky هتكون B. حد يقدر يقول لي ليه؟ اولا هو انا اصلا بص طالما انت لقيت براكت يبقى لازم يبقى في براكت زيه تاني، فده هيليمت مي لانسر بي لانسر دي صح كده؟ لانسر بي انا اسف، و اكشولي ثانيه واحده مفيش غير اجابه واحده اللي فيها براكت. ايه يا شباب مفيش هي غير بي براكت فلازم تبقى بي هي صح؟ بي ما فيش غيرها. انا هي ما بي ركزتش في البراكت ده، ما خدتش بالي منه. بس انا ممكن اسال هنا سؤال حلو قوي يا جماعه، يعني عشان بس نفكر مع بعض بصوت عالي كده، ليه في كوما بعد اند قبل اند؟ بص يا باشا اول ما تلاقي كوما اند يبقى اعرف على طول ان حاجه في ليست يا اما ليست يا اما دي اند بتاع الكوما بتاعت الليست، يا اما ان زي ما اتفقنا هي هنا مكان فول ستوب او مكان سيمي كولن، يعني لازم اللي قبلها وبعدها الاثنين يكونوا كومبليت. ان ذس كيس هي عشان ايه؟ ليست حرام عليك، الليست اصلا نون اسينشال بين تو كوماز between two brackets قصدي مش كده؟ اوكي فاقرا الحتة دي these plants use a variety of techniques complete، والحتة التانية their traps they أوكي. shoot drops complete أو ستوب. برضه complete list. أوكي. قول يا باشا ماشي ليدي. ليه ما تنفعش دي؟ أنت هنا في bracket فلازم في parentheses أو bracket تاني، يعني فاهم قصدي؟ بس الإجابة الوحيدة أصلا فيها brackets هي دي بس.
بس احنا شرحنا كوم اند هنا ليه؟ لان انت لو قريت اللي قبل التو براكتس هتلاقيه هو كومبليت، ولو قريت اللي بعدها هتلاقيه كومبليت. تمام، 10 شيماء. الحمد لله على كل حال. يلا طيب تعالوا مثلا one more question، وبعدين نحل بقى general practice من الأسئلة بتاعت ال previous exams. وطبعا واحنا ماشيين في ال general practice هناخد solve this question again. هو طبعا بيتكلم هنا على one. يلا بينا minimize شوية كده كده باين. يلا يا شباب. حلو أوي، في ناس قالوا دي وناس قالوا بي. هنا بقى there's a certain تمام rule that we must pay attention to. احنا يا جماعة ال punctuation marks اللي بتنفع في non essential clauses and phrases هي والله يا إما إن أنت يبقى عندك two dashes two brackets أو two commas. In this case لو هو اداك يعني داش، شوف ال other داش كده جرب هل تنفع ولا لأ. فهتلاقي فعلا إن أنا لو I remove the part اللي هنا دي اللي between the two dashes هلاقي فعلا إنها هتكون non essential. With more نقرا كده ونشوف. With about 359 billion spent on training globally in 2016 businesses are invested more and more in improving their staff's skills. إن هم يحسنوا ال skills بتاعت ال staff بتاعهم. تمام؟ مستر، حضرتك قلت حاجة كده قبل كده بس مش فاكرة، يعني لما قلت ان السنتنس لو فيه تو داش ده يبقى ايه؟ بصي لو عندي information between two dashes usually بيكون non essential. تمام؟ طيب تمام ماشي. بس دي فرصة عامة كويسة عشان نراجع مع بعض ايه ال usage بتاعت ال dash أصلا. يمكن ال dash هي يا شباب أبسط punctuation mark لأنها هي بدون مبالغة عبارة عن يعني متجمعة من ال previous punctuation marks اللي خدناها. يعني ايه؟ لو انت قابلتك أي dash وانت ماشي في ال exam بليز عرفني ان هي ليها one of two cases. تمام، الداش الداش احنا بنستخدمها مكان الكوماز في non essential clauses and phrases. ان انا احط two dash لو حاجة بينهم non essential او زي الكوما بالظبط. يعني ممكن احط مثلا كوما وبعدها داش بعدها كلام non essential في اخر جملة او في اول حاجة. فده ال first case. ال other usage او ال other use بتاع الداش هي انها بتيجي مكان الكولن في كل ال usage العادية بتاعة الكولن. تمام، فممكن استخدمها مكان كولن عادي خالص. فاهم؟ بس فدول التو، يعني انت الداش ما فيهاش كلام اكتر من كده. انت بس لما تلاقي داش اسأل نفسك هل هنا هي يا ترى عشان نون اسينشال ولا هي هنا عشان كولن، وشوف بنفسك. اتفقنا؟ طيب فكده احنا نعتبر يعني مشينا النهارده على really some really important points. اتكلمنا عن المين فور punctuation marks والنون معلش ثانية اسينشال. بس ممكن حضرتك تجيبها تاني؟ معلش. حاضر. خلونا كده ناخد بول صغير. اللي قادر ان احنا دلوقتي نقعد نحل mixed questions raise your hand، واللي يحب نأجل ال mixed questions لبكرة raise your hand. يعني خلونا الأول
اللي يحب ان احنا نوقف دلوقتي ونكمل بكره raise your hand، نكمل الجزء اللي بقى. ماشي تمام كده. طيب lower your hands يا شباب. طيب اللي قادر ان هو يكمل دلوقتي mixed practice عادي raise your hand. طيب بص، هو majority of people حابة ان احنا ن stop here، بس تعالوا نعمل حل يكون في النص كويس. خلونا نكمل يعني نحل بس حتى كام example دلوقتي mixed questions عشان نكون بدأنا، وبكرة متقلقوش هنكملهم ان شاء الله. تمام. طيب تعالوا نحل مثلا من random exams، مش هيفرق على فكرة قوي ال source بتاع ال exam، طمنكم في الموضوع ده، لأن all of them كل ال exams يعني بتسأل سواء EST Act or SAT، بيسألوا دايما على ال punctuation بنفس الطريقة. اللهم يمكن بس في كده كام حاجة 2 points هنزودهم في ال EST إن شاء الله. لكن حلو مثلا دلوقتي questions 1 and 2 يا شباب، كله يحل ال 2 questions دول، يلا بينا كله يحلهم في الشات بليز. يلا بينا. حلو قوي. هو ال second question الحمد لله كل الناس تقريبا، الله يسامحك يا روان. لا لا، طيب تعالوا نعمل ال two questions مش مشكلة. فأول question احنا عايزين نبدأ بيه هو question one، عشان خاطري وانت بتحل أي سؤال punctuation، تمام، وانت بتحل أي سؤال punctuation دايما اقرأ ال sentence من الأول، عشان في ناس تعمل حاجة تستفزني، ايه يقول لك ها uses knowledge of mathematics statistics ويسكت. طيب واللي قبلها يا عم. تمام. بس question زي ده احنا هنا بنقول list عادية خالص، فهنقوم قايلين two commas عادي خالص. تمام. احنا ال punctuation بتاع list عامة بيبقى ال item الأول comma ال item التاني comma and
الايتم التالت. فهنا احنا هنستخدم الانسر هتبقى بي عادي خالص يا شباب. ليه؟ ماثيماتكس دي سبجكت، ستاتستكس دي سبجكت تانية، اند ايكونومكس دي سبجكت تالتة يا راجل. طب انا هنا عندي سؤال مهم قوي 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 قوي. الناس اللي دخلت اي اس تي قبل كده هيسألني سؤال انا مستنيه، مستر ليه مش ايه؟ ايه ده، هو احنا ممكن نستخدم السيمي كولنز في ليست؟ اه طبعا، بس هنبقى نشرح وقتها ازاي، يعني ليه امتى بنستخدم السيمي كولنز دي هنقولها بكره باذن الله، لانها يعني لازم تاخدوها عليها كذا اكزامبل. تمام، لكن يعني تو بي اونست، لو انت بس داخل الاي اس تي خلي بالك ان ممكن الليست يبقى فيها سيمي كولنز بدل الكوماز عادي خالص. تمام، الله يكرمكم الله يكرمكم. اللي منكم دخل الترايل اللي فات دي جت 3 مرات، تمام، في 3 different questions، فمحدش يبقى عبيط وينساها. تمام، يلا بينا. اه اوكي معلش. طيب ده كده question 1. تعال نقرا question 2. Andrews has distinguished herself in the field of actuarial science as a pioneer in the use of a predictive analytics. هنا يمكن point مهم عايز اقولها لكم. بصوا يا جماعة please، دي برضو tip اوعى تنسوه، لو انت عندك preposition ما تحطش قبله على طول punctuation ولا تحط بعده على طول punctuation. preposition زي in، on، between. تمام، ليه يطول شرح الريزن بصراحة يعني، ف for now اعرفوها كده، ولو حد عايز ممكن اشرحها له in detail يبعت لي على private اللي هي جات منين. طبعا انتوا لا بيفرق معاكم جات منين ولا نيلة يا جماعة، يعني لازم يبقى عندكم interest في الحاجات دي كده، تعرف الحتة دي جات منين. اه لا، هو المستر ليه قال الكلام ده، هي بصمجة ولا جات من رول معينة؟ لا هي جات من رول معينة. فاللي عايز طبعا يعرفها يبعت لي طبعا على البرايفت يعني اشرح له بضمير قوي يعني. طيب فان ذس كيس طبعا انت لا يعني مش هتحط بونكت، انت عندك ان ذا بريبوزيشن ما تحطش قبله اي بونكتويشن، فبي سي دي التلاتة مش معايا. طيب حد شاطر فاكر واحنا لما بنشرح كنا بنشرح في الكوريكولم قلنا امتى نحط، امتى الحاله الوحيده الـ only 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 time اللي ممكن احط قبل او بعد preposition punctuation؟ حد فاكر؟ قولي يا روان. هو انا مش فاكره قوي، بس اعتقد ان هو لو بعد يعني البروبوزيشن بعديه كوما، لما يكون مثلا قربتي where مثلا I played in او حاجه زي كده، لما يكون تمام. اسمها ايه؟ where انا نون essential. ايوه بالظبط. الاونلي يا شباب اكسبشن للرول دي لو انا عندي حاجه نون اسانشال، لكن از ا جنرال ستاتس خليها كده. تمام، طيب حد عنده اي سؤال في يعني حد يعني عايز اي سؤال في التريك دي بليز خدوا سكرين شوت من الكلام ده الله يكرمكم، عشان يختصر عليك اسئله كتير قوي وانت بتحل. طيب خلونا بقى مثلا نشوف some more questions. احنا عايزين أسئلة punctuation، احنا بنختار random يعني مفيش حاجة. طب خلوا ال apostrophe بكرة ماشي. ايه رأيكم في question 19؟ question 19 ومنها هنكتب list، هنكتب مع بعض mind map مهمة قوي ال punctuation بتاع and، كل and ايه ال punctuation اللي بيجي معاها في ال correct. جاوبوا question 19 يا شباب، يلا بينا كله جاوب please. ايوه، وهنا بقى يبدأ يبان ليه and is very يعني one الكيسز بتاعت and تتسال كتير لانها فعلا confusing. يعني تعالوا افاجئكم، لحد دلوقتي واحدة بس اللي بعتت لي الإجابة الصح لحد دلوقتي، قربنا نخلص يا يوسف ما تقلقش، خليها وان شوت عشان نخلص الكام اكزامبل عشان ما نتأخرش عن كده. صح كده يا حبيبة، لحد دلوقتي روان وحبيبة بس على فكرة. لا بصوا يا جماعة تعالوا نمشي مع بعض كده حاجة مهمة قوي. بصوا يا جماعة هنا عايزين نتكلم على حاجة مهمة قوي قوي قوي، وهي ال punctuation بتاع and. مبدئيا عايزك تعرف انه and ساعات بتيجي من غير اي punctuation قبلها او بعدها،
وساعات ممكن اقول لك comma and. طيب احنا امتى بنقول and على طول؟ when joining two items، او بلاش كلمة joining عشان ما تلخبطكوش، when talking about two items. يعني مثلا لما اقول لك for example David and Mark went to the store. In this case انا بكلمك على two items اللي هما David and Mark، صح؟ We're talking about only two items and therefore بنقوم قايلين and من غير اي punctuation، تمام؟ طيب انت بنقول comma and، دي اللي tricky شوية. comma and بنستخدمها in two cases. اول واحدة اللي قلناها اول السيشن، اقول comma and لو انا عندي الحاجة اللي قبلي complete والحاجة اللي بعدي complete. لو الاتنين دول complete في الحالة دي هم قايل comma and، اتفقنا؟ ده ال first case. طيب ايه ال second case؟ لو انا عندي if I am talking about more than two items، حد يعرف اسم فانسي تاني للموضوع ده؟ if I'm talking about more than two items، انا قصدي من الاخر ان عندي list، صح؟ بس يعني لو عندي اكتر من حاجتين بقوم قايل comma and قبل الحاجة الأخيرة، صح كده؟ فدي كده الكيسز بتاعت and يا شباب، دي كده الكيسز بتاعت and، ناخد بالنا منها لأنها بتتسأل كتير، هما يعني بيحبوا يسألوا فيها لأن فعلا it's a little bit tricky، فاهمين الفكرة؟ فيبقى تاني كده and أعرف حاجة من حاجتين، والله يا إما and بس، وده لو أنا I'm talking about two items، two nouns two verbs كده، أو comma and. comma and if I'm talking about two complete parts بحط بينهم comma and، أو if I have a list of items أو قايل comma، تمام؟ تعالوا بقى يعني actually نعمل ايه؟ هناخد نفس المايند ماب دي زي ما كتبناها، طبعا بليز ناخد سكرين شوت لان الاند بتيجي كتير قوي 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 قوي، تمام؟ بليز ناخد منها سكرين شوت، يلا خدوا سكرين شوت kindly. ده وي، يلا نرجع للكويشن بتاعنا اهو. ناخد المايند ماب بتاعتنا زي ما هنا هنحطها هنا و use it to answer the question. مبدئيا انا هنا عندي سؤال، نجار ممكن تعمل معايا الكويشن ده؟ ممكن صوت بديل 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 نجار سامعني؟ سامع حضرتك. هو انا هنا يا نجار I'm talking about the similarities and differences، صح؟ يعني حاجتين بس I'm talking about two items، يبقى هقول and when talking about two items، أقول and comma ولا من غير؟ من غير من غير، هتبقى إيه correct answer؟ والله هيبقى عندي يا ايه إما بالظبط. طيب حد شاطر يقول لي ليه ما تنفعش بيه؟ ما هو هنا يا عم قال لك and من غير commas، بس هتلاقي في comma هنا قبل in، وإحنا قلنا ما تحطش قبل ما preposition comma، ينفعش قبل preposition comma. بالظبط، هتبقى على طول بي مش معي، هتبقى الـ answer by elimination A يا شباب، أو يعني مش by elimination، هي أصلا باينة، تبقى A، صح كده؟ تمام؟ طيب ممكن عشان خاطري، كام سؤال صغير، تمام؟ يا عم خلاص قربنا وربنا، استنى بس، صبرك، صبرك قربنا.
لا احنا عايزين حاجة pure punctuation. طيب هجيب سؤال صعب شوية. question 8 صعب شوية بس أنا I believe in your powers hopefully. ربنا يستر. يلا بينا. question 8 يلا يا شباب. طيب هو برضه حاجة معلش مهمة نسيت أقولها. بصوا يا جماعة، شايفين كل الكلام اللي احنا لسه قايلينه على أنت اللي في المايند ماب اللي عملناها دي؟ بدل أنت أور نفس الرولز بالظبط، تمام؟ معلش نسيت أقول الحتة دي. لو أنت بدلت أنت بأور نفس الرولز بالظبط، يعني بحط أور من غير punctuation لو عندي two items بس، بحط comma قبل أور لو أنا عندي joining two complete sentences عشان هي واحدة من الفان بويز، أو لو أنا عندي list. أنهي سيناريو اللي عندي هنا؟ طبعا نعم. A trumpet might not be functioning properly because the valves have become sticky, ده أول سبب. The joints have developed air leaks, ده تاني سبب. Or يبقى which answer makes the most sense؟ أنا هنا عندي list of items عادية خالص. A صح كده؟ Great job يا شيماء. Great job يا ناسا. Great job يا خديجة. ممكن ألفت نظركم لحاجة؟ هو أنا يا جماعة وأنا بكتب الشارت دي المايند ماب دي، هل في أي حتة قلت and وبعدها كومة؟ ولا دايما قلنا كومة قبل ال and؟ always before صح؟ therefore ما ينفعش إن أنت تقول لي and بعدين كومة. very very rare case. لو قابلتك اعرف إن هي غلط، ما بتجيش غير يعني عشان برضو نبقى very accurate في اللي بنقوله. ده لو هي non essential بس، لو اللي بعدها non essential تمام؟ لو اللي بعدها non essential. ففي كذا حد اختار answer C، ايه رأيكم؟ C تبقى صح ولا غلط وليه؟ C غلط، بس ليه بقى سي غلط؟ غلط عشان حط ال or for non essential clause تقريبا. بالظبط، عشان احنا قلنا مفيش اللي هي and بعدين comma، هي نفسها or بعدها comma، ما بتحصلش غير لو بعدها non essential. فطبعا انا حطيت هنا كوما، ده مش هيبقى نون اسانشال يعني، ما ده جزء من الليست فما ينفعش اشيله. فاهمين الفكره؟ اجزاء الليست كلها بنعتبرها اسانشال يا شباب، الليست كلها بنعتبرها اسانشال تمام. طب هي دي ما تنفعش ليه يا دكتور؟ جميل جدا. ليه دي ما تنفعش؟ هو انت ليه قلت داش بعدين اور؟ هو احنا اصلا عشان كوما وبعد كده اور مش هتم. بص، هو انت عامة هل هي هنا احنا قلنا الداش امتى بنستخدمها؟ تعال نفتكر مع بعض. لو مكان كولن او لو نون اسانشال صح كده؟ طيب هو انا هنا عندي كولن او احطها مكان كولن؟ طب هل كل انا لا هنا حاجة نون اسانشال؟ مفيش برضو، احنا قلنا مفيش مشاكل. ولو ركزت هلاقي ان هنا عندي ليست صح؟ the valves تمام. sticky, the joints air leaks, or the metal parts have been damaged. فدول هيبقوا ايه؟ ليست عادية خالص، يبقى بقى القناة. شكرا. عفوا يا جميل. حد يا شباب عايز ممكن تاخدوا بليز صورة من البتاعة دي؟ ايوه يا شيماء، do you have a question؟
هتسألي حاجة؟ كنت هسأل بس الريكورد ده هيأبلت على اليوتيوب؟ اه هبعته لك من هنا. ماشي. طيب معلش رقم اي 1 سكند. طيب ايه رأيكم مثلا في question 14 11؟ ده يمكن فيه فكرة بايخة شوية هقولها in case انها هي للأمانة ما جاتش على فكرة بقالها كتير، بس خلينا نقولها just in case انها لو جت نبقى عارفين هنعمل ايه. مبدئيا قبل اصلا ما نحل ال question، هل كده في two answers شكلنا هنشيلهم على طول؟ يعني بصوا كده وقولوا لي ايه رأيكم، هل في two answers كده شكلنا هنشيلهم؟ بي و سي great job. ليه بي و سي؟ قلنا لو انا جبت لك full stop عشان السيمي كولون والفول ستوب. بالظبط، قلنا both of them have the same meaning، يبقى شيل الاثنين صح. هل هقول مظبوط. A ولا B وليه؟ ايه ولا دي؟ بي دي قصدي. هنا بقى حتة مهمة عايزين نقول. بصوا يا جماعة، لو انا قلت pronoun of which، ده automatically بيخلي الحتة دي non essential، تمام؟ يعني هتلاقوا sometimes تيجي في الاكزامز ان هو يقول لك some of which، most of which. فساعات ناس بتسألني طب ايه الفرق بينها لما يقول لك ليه ما قالكش some of them وخلاص او most of them وخلاص، ليه قالك of which؟ بص، هي من غير ما نخش في الجراماتيكال ديتيلز قوي، هي الفكرة ان انا كده بخليها adjective، تمام؟ بس من غير ما نخش في الحتة دي، اللي انا محتاج تعرفه at the level of the exam، على قد الامتحان، ان لما اقول لك of which دي على طول بتبقى non essential، تمام؟ لكن لما اقول لك دي يبقى هي بتبقى في الحاله دي عاديه، تمام؟ essential عاديه خالص. فانا مشكلتي ايه رايكم في answer دي تبقى صح ولا لا؟ انا مشكلتي في دي، افرض انا فعلا قمت جيت هنا يا عمر حطيت كومه وقلت لك all of which، تمام؟ مش انا كده كاني بقول لك من اول الكومه لا الكومة مش هينفع، ما كنتش بقي من بالظبط، الكومة. اه في غلطه كبيره، كاني بقول لك من اول الكومه لاخر السنتنس non essential. فلو شلت كل ده يا نهار كده ابيض انت سبت ايه من الجمله صح؟ فيرفول دي كده مش ايه فباي اليمينيشن هتبقى، ايه ولو قريناها it makes sense. انا بقول لك ان دول كلهم all rely، يعني دول كده كانهم السبجكت وده الفيرب، ان هم they all rely on musical technicians instrumental technicians. طيب قادرين تكملوا شويه ولا تعبتوا؟ raise your hand لو تعبت. طيب تمام، lower your hands، يعني هو ده الماجوريتي بس ما علينا، اللي قادر يكمل raise your hand عادي.
هو خلاص بما يعني إن الماجوريتي شكلهم عايزين يوقفوا، فخلاص let's stop here for today. يعني احنا الحمد لله كده اشتغلنا فترة كويسة. إن شاء الله بكرة في بس جزء كده لازم نخلص في البونكتويشن مع extra practice هنعمله مع بعض، هيكون more than enough بإذن الله. الحمد لله كانت revision كويسة، وطبعا هنكملها بكرة بإذن الله. أتمنى يا رب إنكم يا شباب تكونوا استفدتوا، أنا انبسطت إنكم كنتوا معايا النهاردة. And I'll see you next time. بكرة الساعة كام يا مصطفى؟ 7 برضه نفس الوقت. تمام. I'll see you soon يا شباب بإذن الله، استودعكم الله.